وانا بروفيسيونيل اليوم اي مدرب محترف ساكورة الباب ينجم اليوم سنة يكون في ليبيا عم جي في السعودية، بالرغم انا ديما نقول الاوبجيكتيف متاعي كطارق جرير انه حطيت اوبجيكتيف بعد 3-4 سنين نرجع لاوروبا، راني في اوروبا في اوروبا معناها. ونذكروا راه طارق خذا شهاده من فرنسا وقرا مده طويله وعملت حتى تدريبات، معناها دربت فرق هاويه في فرنسا وكل شيء، وحتى في مع الفيدراسيون فرانسيز كنت في الكوميسيون تكنيك نتاع الفوتبول لا فيدراسيون، وكنت معناتها لي زاد بليبول وبالليزيكيب ناسيونال نتاع لي جون. معناها طارق جري عامل بلان دو كارير معناتها بعد 3 سنين هكاك نجمو 3-4 سنين لوبجيكتيف انه نلعب في اوروبا وعلاش لا نحاول نمشي لوروبا ليغ ولا شامبيونز ليغ. معناها تشد فريق اوروبي باسمه أكيد مثلا مثلا بالحق فما طموح نتاع فريق، وبالعكس هذا راهو شيء إيجابي إنه مدرب تونسي وعربي يطمح لفريق أوروبي. رينا راضي جعايدي بدا في الخطوات الأولى، مهدي نفطي بدا في الخطوات الأولى، لسعد جاردة قبل زاد بدا في النمسا بو ما طلعش للمسابقات الأوروبية لكن عنده اسمه غادي. شنو التصور كما محمد الساحلي وصل لعب في الأوروبا ليغ؟ الأوروبا ليغ التصور نتاعك شكون مثلا؟ نقول لك شكون الفريق اللي تطمح انك تدرب ولا الكاليبر نتاع؟ للامانه نحكيو على الكاليبر نتاع فرق في النمسا، في بون يمكن النمسا صعيب خاطر عندي ما نحكيش المان، اما سويسرا بلجيكا لوكسمبورغ يمكن صعيب انه توصل للشامبيونز ليغ، اما لينشتينشتاين لوكسمبورغ لعبت فيها شوية. تحب تشارك في الشامبيونز ليغ الاوروبية كمدرب؟ توتافي اليوم ماتش نجم نلعبها كملاعب طبعا مش كمساعد ولا لا كمدرب، لا كمدرب اول. عندك طموح نتاع تلعب شامبيونز ليغ؟ انا قلت لك ما بين 3-5 سنين ماكسيموم ان شاء الله. ان شاء الله تخطف، نعاود نقول ديما انا حطيت دي بلان كارير لحد الان الحمد لله ماشي فيهم صحيح. اللي توقعت وتصورت لتوا الحمد لله شد الثنيه نتاعي كيما قلت لك بياسر خدمه على روحي قبل كل شيء وبمساعده الناس اللي نخدم معاهم، والحمد لله اليوم كيما تحكي انت ثم بصمه نتاع طارق جري ماهيش بارازاك، لكن ماهيش زاده ما نخدمش وحدي، عندي ستاف معايا، عندي ناس تعاوني سواء ادارات اللي خدمت معاهم اللي نوجه لهم تحيه للكل، ولا سواء الناس معناتها حتى اللي يخدموا في الخفاء يمكن ياسر الناس تحكي كان على الستاف، مثال كيف الاهلي طرابلس ثم ناس تعاون فيا بالكدا 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 اللي هما جنود الخفاء، نحكيوا على صالح عبوده اللي بالحق لو ما توفير في اهل طرابلس واللي عاون فيا بالكدا بالكدا.